الخير. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. سمعتينا أكيد عم نحكي عن الخيوط. سهلا. كيفك؟ صباح الورد. صباح الخير. صباح النور. إذا بدك دعاء فيك تقعدي جنب منا. لا أوكي خلص. أوكي. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. سمعينا ما نتكلم على الخيوط وخيوط الوجه بالأخص. في ناس كتير بتلجأ إلى خيوط الوجه بدري قوي. يعني بنحس إنه لا لسه بدري. لو أنت مش محتاجة أو أنت مش محتاج كشخص. فإمتى بتشوفي أنت من وجهة نظرك العمر المناسب أو الوقت المناسب لحاجة لعمل خيوط الوجه؟ طيب كتير أول شيء مبسوطة أني أنا معكم. رح نرجع خطوة صغيرة بس لورا نحكي شوي إنه شو هي الخيوط. تفضل. بشكل عام الخيوط هي عبارة عن واحد من الإجراءات التجميلية اللي بنستخدمها لحتى نحن نعاكس عامل التقدم بالسن أو الترهل اللي هو شيء طبيعي وبيصير مع الزمن. وأحيانا في أشياء ممكن تسرعه مثل نقص الوزن، مثل إذا كنا نحن مثلا ندخن أو نتعرض للشمس كتير. في كتير عوامل بتأثر على أنه نحن كيف بشرتنا عم تشيخ أو عم تتقدم بالسن. طبعا الخيوط هو يعتبر إجراء غير جراحي، لذلك هو منه مثل الجراحة، هو إجراء تجميلي بيتم بالعيادة، بسيط يعتبر نوعا ما. نختاره للأشخاص اللي هن بنسميهم نحن على البوردر لاين، يعني هن أشخاص منهم لسه صاروا بحاجة لإجراء جراحة شد الوجه بشكل كامل، وكمان بنفس الوقت هن لساتهم منهم أشخاص إنه ما عندهم نهائيا ترهل. العمر بقى هو ما له رقم محدد، بيختلف من كل حالة لحالة. وسطيا نحن بنقول بعد 30 ممكن نبلش نفكر بالموضوع إذا كان في حاجة، إذا كان ما في حاجة أكيد لازم ما نعمل أي إجراء إلا لوقت يكون نحن بنعرف إنه صار الوضع فعلا بيستاهل نحن نعمل هذا التغيير يعني اللي نحن عنا. يعني يمكن هو عكس البوتوكس والفيلر، لأنه أنا بعرف إنه بيقولوا إنه بلشوا بالبوتوكس والفيلر قبل عمر 30 منشان تتجنبي يمكن مراحل الشيخوخة التجاعيد كتير. وكل ما كان أبكر كل ما كان أحسن، مو كتير أبكر يعني مو بداية العشرينات، بس إنه ما تستني وجهك يصير معبى تجاعيد لحتى تروحي. مزبوط، بس ولكن بدنا نكون دقيقين بهذا الموضوع. كمان هذا الموضوع هو موضوع شخصي، يعني كل حالة مختلفة عن حالة تانية. نحن اللي منقوله واللي هو كتير مهم لازم نكون عم نعتني بصحة بشرتنا من عمر كتير مبكر، وهذا ببلش بأنه نحن نستخدم أشياء صحيحة على البشرة. إذا كان في داعي نعمل شوية علاجات بتساعد بشرتنا أن تكون عم تشتغل بأفضل طريقة ممكنة، فهي أشياء فينا نبلش فيها بشكل كتير مبكر. وفي نقطة ثالثة كتير مهمة، إذا كان عندنا مشكلة بالبشرة، إذا كان عندنا حب شباب، إذا كان عندنا ندب، إذا كان في عندنا مشكلة أنه في عدم تناسب بمثلا جزء معين من الوجه، هذا ممكن نعمل إجراء بشكل مبكر جدا. أما الإجراءات التصحيحية اللي هي تصحيح لشيء صار بسبب التقدم بالعمر أو بسبب التغير اللي عم بيطرأ على وجهنا، فعادة يعني عمر 30 هو العمر اللي أنا برأيي أنه ببلش السيدة أو حتى الشاب أنه يفكر أنه أوكي أنا ببلش عم يظهر عندي تأثيرات واضحة من التقدم بالسن، فممكن أنه إحنا نضل على سيف سايد ونضل نحاول نخفف من تأثيرها بشكل كتير كبير. فهي ما أنه الخيوط هي عكس البوتوكس والفيلر، هي واحدة من الإجراءات الغير جراحية التجميلية البسيطة اللي ممكن تساعدنا لحتى نحافظ على جمالنا لأطول فترة ممكنة. دكتورة شذن كنا بنحكي أنا ومهند عن الخيوط وقديه هي فكرة أحياناً الخيوط إنه تحت الجلد مخيفة، صح ولا لا؟ وايد أنا ما مستوعب منها إلا كيف يكون في خيط وقاعد ينسحب. مزبوط، بس أنا عرفت كمان مهند إنه الخيوط هاي ما بتكون خيوط دائمة تحت الجلد، هي بيكون عليها كولاجين أو نوع من المواد اللي بيدوب الخيط بعد صح. فترة وبيضل تأثيرها بالرفع والشد. هل هذا الحكي مزبوط؟ صحيح. هلا الخيوط الغير جراحية اللي نحن هلا عم نحكي عنها واللي هي هلأ صار في عليها إقبال أكثر، هي تماماً مثل ما حضرتك قلتي، اللي هي عبارة عن مواد الجلد بيمتصها بشكل تدريجي، وبعدين بيقدر أنه هو يبني مكان مسير الخيط أنسجة جديدة وبالتالي كولاجين جديد، وهي هي الطريقة اللي بيشتغل فيها الخيط. الخيط هو منه شيء نحن عم نقدر عم نعمل مثل أنه مثلاً خياطة وخلص هذا الخيط راح يضل موجود. في أنواع قديمة كانت خيوط جراحية وبتبقى لا سنوات طويلة جدا بالجلد وما بتروح إلا لنحن نرجع نشيلها. أما الخيوط اللي نحن هلأ نحكي عليها فهي خيوط ممتصة، يعني جسم بيمتصها بعد فترة، ولكن مكان وجود الخيط الجلد بيبني أنسجة جديدة تماما مثل لما بنعمل أي استئصال ومنخيط. نحن بنعرف إنه الخيط بيساعد على الالتئام، بيساعد إنه يخلي النسيج يسكر.
نفس هالطريقه نحن عم نعتمد على نفس هذا المبدا بانه نحن عم نحط خيط تحت الجلد، وبالتالي عم نعمل شرينكينج، عم نعمل تقلص للمساحه الموجوده، وعم نبني انسجه جديده تقدر تساعدنا ان نعمل رفع بالمنطقه يلي نحن عم نعالجها، سواء كانت الخدود او منطقه مثلا الحنك اللي هي اشياء المناطق اللي نشتغل عليها بالخيط، او حتى منطقه الرقبه، او حتى في بعض الحالات منطقه الحواجب. زين دكتوره، احنا قاعد نتكلم عن الخيوط، يمكن أعرف كم المده اللي تستغرق دائما الخيط تكون 6 شهور 3 شهور وتروح فعاليتها؟ واذا في نوع ثاني، انا مره سمعت في نوع من خيوط الذهب يمكن تطول اكثر، ولا ما يخص الموضوع؟ أول نقطة، ما في شيء اسمه خيوط الذهب، هذا مصطلح تجاري بيستخدم ولكنه غير دقيق، ما في خيوط مصنوعة من الذهب، وهي نقطة كتير مهمة ولازم نكون كتير واضحين مع المشاهدين لنقدر نفهم شو نحن شو الإجراء اللي عم نعمله. الخيوط أنواع، على هوا المادة اللي بتكون مركبة منه، في أنواع بتمتص خلال 3 أشهر، في أنواع بتمتص خلال تقريبا بين حوالي 8 أشهر لسنة، وفي أنواع بتم امتصاصها خلال مدة 2 سنين. فاختيار نوع الخيط والمادة المصنوع منها هو اللي بيحدد لنا قديش هالخيط رح يكون قوي وقديش هالخيط رح يكون عم تضل النتيجة تبعه. إيه أشهر أنواع الخيوط شدن؟ في طبعا يعني بدون ما نذكر اسماء تجاريه، بس في انواع من الخيوط الالمانيه مثلا، هي خيوط اللي هي بيجي الماده الموجوده فيها، هي بنسميها البوليكربلاكتون، واللي هي ماده اطول ما يمكن بتضل بالجلد حوالي 1.5 لـ2 سنين، وبناخذ عليها نتائج كثير كويسه، ويعتبر من نوع من انواع الخيوط المتقدمه. في خيوط ثانيه اللي هي خيوط امريكيه الصناعه، كمان هاي الخيوط مصنوعه من ماده مختلفه، هون تقريبا بتضل الخيوط حوالي بين 8 أشهر لسنة. وفي أنواع من خيوط بنسميها البوليدوكسينون أو مادة خاصة، هي بتم امتصاصها بشكل كتير سريع، وإذا بتسمعوا مثلا الخيوط اللي بنسميها الميزوثريتس أو الخيوط الناعمة أو الخيوط الصغيرة، فهي بتم استخدامها بشكل شبكات، ما بنعتمد عليها للشد، وإنما هي نتيجة أنه الجلد بيمتصها بشكل كتير سريع، فبيصنع كولاجين سريع بالمنطقة، وبيصير في عنا نضارة بالمنطقة. عايزة أكون صريحة معاكي، مصطلح الخيوط يا جماعة صعب، مخوف. تحسي أنه خيوط، هذا اللي كنت قاعدة بحكي له مهم، تخيل أنه في خيوط تحت الجلد أو حقن إبرة مخيف شوي، وكأنه يمكن الإبرة طويلة كتير بتدخل لآخر الوجه وبعدين تصير السحب بطريقة مخيفة. ما بعرف هي إذا بدها جرأة، أو هل الموضوع مؤلم، هل بيصير فيه تخدير، هل ممكن تتألم بعد الفكرة بعد العملية؟ ما بدي أقول عملية، والندبات بعد تطلع ولا لا؟ طيب هلا أول شيء، أي إجراء نحن ما بنعرف عنه تفاصيل بنخاف منه بشكل عام، صح كلنا يعني، سواء كنا بنشتغل بالطب أو ما بنشتغل بالطب. الإجراء هو إجراء كتير بسيط، بتم بالعيادة تحت تخدير موضعي، يعني نحن فعليا المريض بيكون فايق ومرتاح، منخدر المنطقة اللي احنا عم نشتغل عليها تماما مثل كيف وقت بنعمل اسناننا او لما بنعمل اي مشكلة صغيرة بالجلد. بيتم تخدير المنطقة وبندخل نحن بالخيط اللي معلق على ابرة، وبنطلع من مكان ومفوت بمكان ثاني. الاجراء كثير متعب، هلا بخوف لانه يمكن الشخص مو متعود عليه، وانما هو الاجراء فعلا هو اجراء جدا بسيط، مثله مثل اي خياطه صغيره نحن بنعملها بالجلد. طبعا المهم انه يكون النوع اللي عم نستخدمه من الخيط جيد، ويكون طريقه التطبيق جيده، وتكون هي نقطه كثير مهمه، يكون ظروف العمل يعني عقيمة ونظيفة جدا، لأنه في حال صار عنا إنتان هون بنكون بقى بمشكلة. هاي شغلة لازم ننتبه عليها، أنه مكان وعم نكون عم نعمل الخيط لازم يكون كتير في دقة، بأنه ما يكون في احتمال أبدا أنه يصير في عنا إنتان. عادة ما بيكون في ندب مكان دخول الخيط أو حتى مكان خروجه، بس بيطلع المريض ممكن يشوف أنه في طعجات صغيرة على مسار الخيط، ولكنها بتروح خلال تقريبا حوالي 10 أيام. بيكون في ألم كتير خفيف بسيط جدا، بس بيكون أنه في وقت معين مثلا ما فينا نلعب رياضة، بدنا ننتبه أنه نحن نكون دائما عم ننام على مخدة شوي عالية، ما فينا نعمل مساج، ما فينا نعمل معالجات عند دكتور الأسنان. هاي الأشياء البسيطة خلال مدة 2 أسبوع.
حلو. زين دكتوره احنا نتكلم يمكن عن الرجال اكثر، احنا يمكن عندنا اللحيه يعني، فاذا تنصح ان الواحد يسوي خيوط وهو عنده لحيه حيبين الشغل ولا ما ينفع شيء؟ النتيجه كنتيجه ما لها علاقه بوجود اللحيه او عدمها، بالعكس الخيط ممكن يساعدنا بطريقه لحتى نعطي مظهر جمالية ذكري اكثر للوجه عند الرجل، وبالتالي يعني نحن اللحيه عند الرجال الهدف منها انه هي تعطي عرض بمنطقه الوجه السفلي، فنحن الخيط بيقدر يمشي مع هاي الاسلوب، ولكن وقتنا نعمل الاجراء بدنا نشيل اللحيه. يعني بفهم من كلامك انه ممكن الخيوط كمان تستخدم لعمل التكساس والنفرتيتي وتعريض الفك حتى للصبايا. بدنا نحكي اذا نحكي بمصطلح شوي علمي، النفرتيتي او التكساس هو النفرتيتي هو شد منطقه الوجه السفلي للجولاين الحنك، التكساس هو تعريض منطقه الجولاين. الخيط اكيد في انه فينا نستخدمه لحتى يشد المنطقه حتما. هلا التعبئه او التعريض المنطقه هذا بدنا نعمل فوق الخيط نرجع فله. طيب دكتوره في مثلا حالات معينه ممنوع تتعرض لهذا النوع من الاجراءات التجميليه، او هل ممكن يصابوا باضرار او تاثيرات جانبيه بعد الاجراء؟ طبعا يعني اي اول شيء اذا كان المريض عنده اي حاله التهابيه بالذات بالمنطقه اللي عم نشتغل فيها يفضل انه احنا نمتنع عن الاجراء يعني بهالوقت المعين، وحتى يعني من اجل الموضوع. اذا كان هو الشخص بيعمل شيء بنسميه الكيلويد او الجدرات، تمام، كثير هون لازم نكون منتبهين لانه في احتمال نتيجه الرض اللي عم نعمله على الجلد انه يكون في عواقب ثانويه وبصير انه في عندنا ندبه او كيلويد نسيج مفرط تصنع بالمنطقه. هاي هي اجمالا الشغلتين الاساسيات ننتبه عند المرضى اذا كان عندهم سكري. المرضى اللي عم ياخذوا روكيتان او الايزوتريتينوين ما لازم يعملوا الخيوط اثناء فتره المعالجه بالحبوب. بس اكيد بيجي لك مثلا مريض او بيجي لك حد حابب يجرب يقول لك انا موافق جدا وكل المنافع دي جيده جدا، بس هي اقصى حاجه ممكن تحصل. يعني السؤال مباشر، ايه هي اضرار الخيوط؟ طبعا ممكن الخيط هو اجراء تجميلي مثله اجراء طبي تجميلي مثله مثل اي اجراء، فدائما نحن بالطب دائما اي شيء بنعمله فيه سايد افكتس محتمله. بالزبط. ممكن يكون في عدم تناظر بين المناطق في بعض الحالات، هلا هذا شيء قابل للتصحيح. يعني تبقى شكل وشكل تقصد؟ يعني ممكن يكون في منطقه مشدوده اكثر من منطقه، بنرجع بندخل نحن بنظبط المنطقه اللي بحيث يصيروا متناظرين تماما. ممكن اهم شيء مثل ما قلنا نمنع احتمال انه يصير في انفكشن محل وضع الخيط. في حالات ممكن يكون الخيط مثلا ينحط بطريقه ما انا صحيحه 100% فيعمل مش انه يصير مثل عم يبين المريض بيصير بشوفه، فهذا كمان نضطر نحن انه نحن نشيله. يعني هدول هن الاشياء يعني في ريتاتش، يعني مثل البوتكس الواحد يسوي بوتكس يرجع يسوي ريتاتش بعد فتره تقريبا، فالخيوط بعد نفس الشيء. هلا ما انه ريتاتش بمعنى ريتاتش، بس حتما بيكون في ري ايفالويشن بعد تقريبا حوالي اسبوعين وبعد بشهر اذا كان في داعي لاي اجراء داعم ممكن انه نعمل هذا الشيء. طب بس قد ايه يعني بيحتاج وقت لتبين مدته؟ فلنفترض مثلا عملته اليوم، بعد قد ايه ببين علي نتيجه الخيوط؟ تمام، هي نقطه كثير مهمه لانه مثلا كثير اشخاص بيحكوا انه عملنا هلا الخيوط انه شو انه هلا ما حاسس فرق مثلا او انه ما حاسس نتيجه. وقت بنعمل الاجراء نحن يعني بنفس اللحظه بنفس اليوم بنشوف الشد الفيزيائي، واللي هو الشد ما هو الشيء اللي بنقيس عليه لانه هو عباره عن شد فيزيائي نتيجه الاجراء فقط. النتيجة بتبلش تظهر خلال شهر من الإجراء وبتضل عم تتحسن لمدة 6 أشهر بعد الإجراء. ليه؟ لأن إحنا قلنا الهدف اللي عم نعمله إنه نخلي الجلد يبني نسيج جديد بالمنطقة اللي حطينا فيها الخيط، وهي واحدة من الأشياء الحلوة اللي بتكون مع عملية الخيوط إنه المريض بيصير بحس بعد شهر ارتفع المكان، صار في شد أكثر، وبحس إنه عم يمشي بالزمن وعم يتحسن، ما إنه عم يصير في علامات طريقة عكسية بيكبر بالعمر بس عم يظهر بالشكل. هذا هو الهدف. حلو. طيب بس شو كنت عايزة بس أسألكوا، شفتوا بدائل الخيوط على الإنترنت اللي هي مثلا مؤخرا شفنا كذا إعلان سبونسر إنه يجي يحط لزقة كده
بالذات الفيديوهات الصينيه وتشد بيها، فيا ترى ده بيديني نفس الافكت بتاع الخيوط العاديه او ده يمكن امان اكتر من الخيوط التجميليه؟ هذا ما له حل، هذا هو عباره عن حل مؤقت. يعني حتى ما له حل، هذا عباره عن انه انت عم تعملي شيء يعني مثل عم تعلقي المكان بشيء خارجي، فما له حل ابدا وما عم تغيري شيء من البنيه الموجوده. نحن بالخيط عم نساعد الجلد انه يكون من جوا عم يكون عم يتحسن. البدائل، اذا نحكي عن البدائل الطبيه، في بدائل اللي هو انه ممكن نروح باتجاه انه نعمل شد غير جراحي بتقنيه مثلا الالترا ساوندز اللي هي مثلا الالتيرا، هذا بيعطي نتيجه كمان كثير كويسه، وهذا كثير مناسب للاعمار الاصغر. يعني الشخص لسه ما انه عامل اجراءات تجميليه وحابب شيء ما يكون فيه اي تداخل بالجلد، ففينا نعمل الالتيرا اللي هو عباره عن شد غير جراحي بالمشين وبنعمله مره واحده بالسنه، هذا اول بديل. هلا البديل الثاني بقى هو الاجراء الجراحي، اللي هو انه في حال كنا محتاجين، هي نقطه كثير مهمه، في حال كنا محتاجين ممكن نتجه لاجراء عمليه شد الوجه او شد الرقبه الجراحي، وهو عادة هذا الشيء ما لازم نعمل قبل سن الخمسين، وإن شاء الله مش هنحتاجه أبداً 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 لنوصل للخمسين نشوف. دكتور شرجع نورتينا وشرفتينا، شكراً على معلوماتك القيمة، وإن شاء الله لنا لقاء تاني. شكراً لنطلع بريك وبنرجع تاني. يلا.